أن أتطرق مجددا لموضوع تعزيز مراقبة السوق الوطنية والصحراوية على ضمان تمويل مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات، وهو الموضوع الذي سنواكبه حتى تعود الأسعار إلى مستوياتها الاعتيادية. كشفت الحكومة المغربية اليوم الخميس 16 فبراير عن حقيقة ما تردد بشأن حظر تصدير المنتجات الفلاحية المغربية نحو الخارج، وذلك في سياق استمرار موجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق المغربية بشكل غير مسبوق. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس أن الحديث عن تصدير المنتجات الفلاحية نحو الخارج في ظل الوضع الحالي واضح جدا، وهو لا يحتاج إلى كثير من التوضيحات أو تقديم بشأنه بعض الإشارات، لأن اللقاءات التي تم عقدها مع المهنيين أفضت إلى أنه يجب توجيه المواد للسوق الوطنية فقط. وفي معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة في أعقاب اجتماع مجلس الحكومة، أوضح بيتاس أنه بعد أن يتم تزويد وتموين السوق الوطنية بالحاجية الكافية وأن تعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية، آنذاك نحن كدولة معروف أن خياراتنا مبنية على الأسواق المفتوحة وغيرها من الخيارات. وعرفت الأسعار ارتفاعا ملحوظا في مختلف الأسواق على الصعيد الوطني، لا سيما اللحوم والخضروات، الأمر الذي أثار استياء الأسر المغربية وسبب في ارتفاع الأصوات المنادية بتدخل الحكومة ووزارة الفلاحة بالخصوص للتخفيف من الغلاء، خاصة مع محدودية الإجراءات التي تم القيام بها إلى حدود اللحظة. وفي نفس السياق أعلن رئيس الحكومة عزيز خنوش أن أسعار المنتجات الغذائية فيما يتعلق بالخضر عموما واللحوم وزيت المائدة بدأت فعلا في الانخفاض بفضل الإجراءات التي يتم اتخاذها وبفضل تحسن الظروف المناخية، مؤكدا أن الأسعار ستواصل تسجيل تراجع في الأيام المقبلة حتى تصل إلى المستويات الاعتيادية قبل شهر رمضان. وتطرق رئيس الحكومة خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة لموضوع تعزيز مراقبة السوق الوطنية، مطالبا الوزراء بالسهر على ضمان تمويل مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات، وهو الموضوع الذي شدد على أن الحكومة ستواكبه حتى تعود الأسعار إلى مستوياتها الاعتيادية.